الأغنية البدوية حضورها في فعاليات المعرض الدولي للكتاب في سافيكس، حيث جمعت بالزوار القادمين من مختلف ولايات الوطن في جو من المتعة الذي من شأنه إبراز الدور الفعال الذي يلعبه الشعر الملحون في تدوين التاريخ الجزائري. ميكروفون دانيا نريمان بوتاق. بوجود اليوم في قصر المعارض لأول مرة وعلى هامش المعرض الكتاب، فالمكتوب كذلك له دور، واليوم أنا جئت أحمل المكتوب وهو نماذج من الأشعار الجزائرية، الشعر الملحون وأثره في تدوين التاريخ ودور القصيدة في تجسيد علاقات المجتمع الجزائري وربطه كذلك مع وإيصاله مع الحضارة وإعطاء رسالة للأجيال بأن هذا التاريخ، هذه التقاليد وهذه الكلمات القوية النافعة الأصيلة يجب أن تبقى متأصلة بجذورها، وأن يجب على الشيء الجيل اليوم أن يحمل هذا الراية وهذا المشعل، وأن يقتدي به الكلمة النقية، الكلمة النظيفة لتحمل الموضوع وتحمل أفكاره وتحمل خلاصته.